ومكمله ومجمله جايين معاه البوليس، بحال زعما البوليس في المغرب ما كيدخلوش للتواصل، ما كيشوفوش التواصل الاجتماعي، بحال زعما البوليس ما عارفينش شنو واقع، ما عارفينش ان داك السيد لاحني مده 4 سنين في الزناقي ودخل المغرب خلص جدريال وبقى كيدور وكيجي كيف تخفيه كل نهار، مره دايره لي خطوبه مره لا دايره لي عرس، يا ربي غير يرجع. والو السيد كيجي يفتخ ويمشي، كيجي يدي لي رزقي ويمشي، وفي العلم ديال البوليس وفي العلم ديال الشرطه. واش انا ملي كنهضر راه اللي حاكم كيشوفني، هما كيتجاهلوني حيت انا زايد ناقص في هاد البلاد، حيت انا زايد ناقص، بكيتي شكيتي هما ما كتهميهمش انتي. ولكن انا راه طلبتكم، راه قلت لكم مرحم لكم الوالدين، الا محلوا لي حدود ودفعوني نمشي حالي، علاش كتعذبوني؟ شنو ذنبي انايا؟ حيت جدود امي الله يلقيها لامهم تزادوا في هاد البلاد الزبل، حيت جدي انا تزاد هنا الله يعطي لامو العذاب، حيت جدي انا جدي كان مقاول مات في الاستقلال، بغيت ندير امو مصيبه في القبر ديالو، بغيت عزرائيل يعذب امو، اش نتموت؟ انت متي على هاد البلاد، احنا تخلقنا كنتعذبوا في ديال امه، كنتشواو فيها. اللي عنده فلوس مرحبا، اللي ما عندوش ما حقش الله يرحم العرق دمه في النار. انا ما تنتخلعش من هذا الشيء، انا شي انا جدي الله يرحمه، بات الواليده مسكينه، امي راه مريضه غدير عمليه، بات امي كان مقاول يعني عسكري مات في الحرب، احنا الجدر ديالنا مناضل من امنا وبانا حتى لخوتنا حتى لعائلتنا، احنا ما كنتخلعوش من الفلوس وما كنتخلعوش من السلطات، احنا تنبغيو القانون والحق.